يلا ورينا بقى تحركات الراجل وشغله عامل ازاي. نروح للملعب ومعانا لقطات لي في اكتر من دي الكارير بتاعه اللي اتكلم عليه عمارة، ان هو الطفره عنده بالنسبه له كانت في اخر سنه او اخر سنتين. اول سنه دي في اليابان في كاوازاكي ما كانتش افضل حاجه، لكن السنه اللي بعديها كان هو اللي تالق فيه. نروح بقى للحالات يا شباب. نروح للحالات هنا. هو الراجل اللي على الجناح الشمال اللي هناك، هو اللي هناك اللي هيستلم الكوره دي. انا جايب حالات متنوعه لثلاث انماط من اللعب عشان نشوف الراجل ده ممكن يعمل ايه. النمط الاولاني هي الكوره اللي زي ما اللي اتلعبت كلاسيكيه جدا، لونج بول من نص الملعب للراجل. يعني واحنا مش هو الراجل استلم وعدى خد المشوار. هنا الجميل بالنسبه لي في مارسينيو اللي هو عمله، ان هو بعد ما لعب الباص نمشي الهجمه عادي جدا، راح وطلب الكوره تاني، ما سابش المهاجم لوحده. فلما دخل جوه منطقه ال 18 هو اللي بقى هو بالظبط هو اللي فتح زاويه التهديف. في الاعاده اللي احنا جايبينها انا لفت نظري في الجون ده حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان الاستلام، بص الاستلام بترقيصه، هو ما حطش الكره على رجله. خش بص الصوره اللي بعديها، هو الاستلام طلع الراجل اوت اوف بوزيشن برازيلي بقى على طول. هو برازيلي واسمر وبيرقصه. دي اغنيه يا جماعه، والله دي اغنيه بس عشان الناس ما وهنا الفينش بقى اسمها كده يعني عشان بس الناس ما يقولكش ده عنصري ولا حاجه. أيوة أيوة. كده اسمها برازيلي واسمر برقصه سامبا بتاعت عفروتو. بالمناسبه انا بحب عفروتو. يلا هو الراجل بيرقصه سامبا عفروتو ومروان موسى. لا انا عايز الصوره اللي فاتت تاني عشان الفينش كمان. اختيار الزاويه، الراجل بعد ما اتفتحت قدامه الزاويه حطها عكس اتجاه حارس المرمى في نص المرمى. شوف الصوره اللي بعديها، هنا الترانزيشن، هنا الكاونتر اتاك اللي فاتت دي كانت استلام من على الخط. هنا الراجل هو اللي موجود في الدقيقه 96 حط الراجل في ظهره. وهنا عندك ميستيل، اول حاجه ان هو راح للمدافع ده وحطه في ظهره وقطع المسافه، وهو بص اتجاه وشه اتجاه عينه، هو اللي رايح للمدافع الثاني اللي رايح له، هو اللي بيهاجمه. عشان كده قلت لك المهاجم بيهاجم، هو اللي رايح للمدافع مش المدافع اللي رايح له، لانه لو كان خده على بره كانت الدنيا اتقفلت. فمشي مع الراجل ثاني، وهنا برضو الشغل البرازيلي رقصه تاني على بره وحطها في البعيده ببطن رجله في الزاويه البعيده واحرز هدف. ده نمط تاني. النمط الثالث اللي معانا هنا نمط تكتيكي، نمط التحرك. عايز تسال على اسماء الفرق مش عارف ليه. نمط تكتيكي. شايف لوغاريتمات فوق في السقف بس مش قادر اتكلم بصراحه. هكمل. فهنا هو اللي بدا الهجمه، هو الراجل رقم 23 اللي بدا الهجمه. نفس القصه اللي عملها في الهدف الاول، الراجل ما وقفش. لما تلعب الباص الامامي او الباص اللي اخترق الخط للمهاجم، الراجل هو قطع نفس القطعه. ميزه كبيره طبعا على فكره، ميزه كبيره. قطع نفس القطعه اللي عملها في الهدف الاولاني ودخل جوه الست يارده وركنها برده ببطن رجله. كمان يعني واضح انه بيختار اماكن كمان يعني مصادر خطوره، تبقى مصدر خطوره على طول. بيروح في الحته الفاضيه على طول، بيقرا ما بيعتمدش ان الهجمه ماشيه. ماشي. هو بيدي حل دايما. اخر هدفين معانا هنا، هو هنا مش موجود في الصوره خالص، مش موجود في الهجمه خالص. لكن مع الفريق الابيض ولا هو مع الفريق الابيض الكره اللي معاه الكوره. فبالتالي بص الهجمه هتتدرج ازاي، تتلعب في قلب الملعب، هيتلعب ال1 3 هجمه عاديه جدا. لكن وانس ان الراجل اللي هناك استلم قطع هو على طول، والقطعه دي انا جايبها لك من ورا الجون عشان تبين لك قد ايه مهم، قد ايه في التحرك مهمه. فلما اتلعبت الكوره بالعرض خلاص، هو اللي بقى هو اللي امام المرمى. لما تشوف بقى في القعده اللي جايه، بص الخطوه اللي خدها قدام الراجل دي خلاص. اللي يشوف الجون يشوفه سهل، بس انت لازم تشوف الهجمه من اولها. لو شفت الفيناله بس هتقول ان الجون فاضي، لكن هو الجون فضي لان هو اللي قطع قدام المدافع. لا ده المدافع. هو الاهلي فعلا اللي هو الجناح اللي بيكمل لحد اخر حته يعني. لاخر حد اخر حته، وده اخر جون معانا. كره من ناحيه اليمين، هو الراجل اللي على الخط اللي هيتحرك في ظهر الباك. بص مجرد ما الراجل رفع ايده عشان هيلعب الكره بالعرض قطع لجوه، وده هدف براسه. فجاب هدف برجله من جوه ال 18 بكره عرضيه، جاب هدف براسه من جوه الست يارده. عنده القدرة على نقل الهجمة، مراوغ جاي بشكل كبير جدا، عنده قراءة للمساحة الخالية بيعرف يتحرك فيها زي ما حصل في الهدف الأول وزي ما حصل في الهدف اللي احنا شفناه لما الهجمة اتنقلت وهو اللي نقل نفسه ورا المهاجم. طيب